السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم طلاب الصف الثالث الإعدادي، طلبة ثالثة إعدادي، معكم الآن من سن ربيع على قناة شوية إنجليزي. النهاردة بإذن الله هنشوف مع بعض يونت 9 الوحدة التاسعة بعنوان Build a Greener World، بناء أو إنشاء Greener World، عالم نظيف أو عالم مصاحب للبيئة، عالم خالي من التلوث. طيب تعالى كده نشوف الكلمة Greener دي، هي Green أصلا لوحدها من غير الـ ER دي، معناها يعني جرين دي بس معناها كده اللون الاخضر. طيب تعالى نتعامل معها كصفة، فحاجة لونها اخضر او صفة لونها اخضر فهتبقى حاجة زي البيئة بالظبط، لان كل انواع الزرع ميالة الى اللون الاخضر. فكلمة جرينر وورلد عالم انضف او عالم اكثر مصاحبة للبيئة. بيلد هنا ده الفعل يبني، وممكن يبقى انشاء وهكذا، يبقى build a greener world بناء او انشاء عالم مصاحب للبيئة وعالم نظيف، بمعنى ان احنا ممكن نحافظ على البيئة بتاعتنا. يلا قبل ما نبدأ اعمل اشتراك في القناة، فعل زر الجرس، سيب لي كومنتس باي حاجة انت محتاجها تحت. الناس اللي مش متوفر معاها نسخة كتاب المعاصر هسيب لك الكتاب تحت في الديسكريبشن بتاع الفيديو، تقدر تحمله وتتابعنا من خلاله. بلس انك تشارك القناه كل اصحابك ودفعتك، استفيدوا في غيرك. فيلا مع بعض كده نشوف ليسن 1 اند 2، الدرسين الاول والثاني. احنا هنشرح الجزء الاول اللي هو بشوف الكلمات فيه والنصوص والاكسبريشنز والبروبوزيشن حروف الجر وبحل عليها. بعد كده بنبدا نعمل حلقه ثانيه للجرامر بتاع الليسنز 1 اند 2. فتعالى كده مع بعض نشوف الفوكابلري او الكي فوكابلري. اول كلمه عندي اسمها سستينيبل، ثاني سستينيبل، sustainable sustainable مستدام، حاجة دائمة، صفة sustainable. products products اللي هي المنتجات، products طبعا ده noun. mangrove trees اللي هي أشجار، المانجروف طبعا ده أشجار استوائية، mangrove mangrove trees. raising متزايد، خلي بالك ده صفة، لو عايز تجيب منها الفعل شيل الـ ing ديت وحط بعدها e، يبقى ri S E معناها يتزايد ويزيد. طيب متزايد كصفة اسمها rising. مستوى سطح البحر sea level، مستوى سطح البحر sea level. مياه البحر نفسها sea water، sea water. محاصيل زراعية crops، crops. السيتون طاقة crops. فيضان flood، flood. نبتة أو شجرة صغيرة اسمها seeding. طب لو شلنا ال ing دي وقلنا seed يبقى بذرة لسه ما بقتش نبتة، حط لها ing بقت نبتة أو شجرة صغيرة، شجيرة صغيرة seeding. الخضران أو البامبو اللي بياكلها الباندا اسمها بامبو، بامبو ده النبات اللي الباندا بتعيش عليه. شوبينج باج حقيبة تسوق اسمها شوبينج باج. باتري اللي هي البطارية. لايت بلام أو لايت بلاب مصباح الإضاءة، لايت بلاب. climate change تغير المناخ، climate change. بصمة كربونية اسمها carbon footprint، carbon footprint، carbon footprint. energy saving موفر الطاقة، توفير الطاقة او موفر الطاقة energy saving. بعد كده نشوف lesson 1، كلمات lesson 1 عندي كلمة paper، paper ورق، ولو هي صفة يبقى حاجة ورقي. plastic noun وايضا adjective plastic وبلاستيكي. toothbrush فرشاة الاسنان، toothbrush. hair brush فرشاة الشعر، hair brush. electric خلي بالك دي adjective بصفة، كهربائي، electric، electric. environment البيئة دي noun، environment. petrol اللي هو البترول او البنزين، petrol. primary school مدرسة ابتدائي، primary school. electricity اللي هي الكهرباء، electricity. water bottle زجاجة مياه، water bottle. coffee shop مقهى يعني قهوة، coffee shop. بلج يوصل الفيشة بالكهرباء وبتاخد حرف الجر ان، زي سويتش اون وزي تيرن اون، بلج، بلج ان. وطبعا لو عايزة اجيب تصرفاتها بمضاعفة حرف الجي واضيف اي دي، لان هي بتنتهي بحرف ساكن وقبل الساكن حرف متحرك، فلما بجيب التصرفات يا ولاد بقوم جاي على حرف الساكن ده واضاعفه كمان مرة، فهتبقى بلج بلجد وتاخد حرف الجر ان، حرف الجر ان معناها يوصل الفيشة بالكهرباء. charge يشحن، charge يشحن بالكهرباء. اللغة الهيروغليفية هيروغلافكس، هيروغلافكس، هيروغلافكس اللي هي الهيروغليفية. ريسايكل يعيد تدوير الأشياء ويعيد تصنيع الأشياء، وده فعل منتظم. لو انت عايز تجيب النون اسمه ريسايكلينج حط له اي ان جي.
كلمة listen to بيقول لي affect يؤثر على affect community مجتمع community salt ملح salt ولو عايز اقول ان الحاجة دي مملحة يبقى salty web page صفحة على الانترنت web page يقتل kill والقاتل يبقى killer ومع ذلك however مع ذلك نشوف باقي الكلمات عندي كلمة forest غابة environmental بي خلي بالك ال environmental بي دي صفة natural الطبيعة natural shop window اللي هي الواجهة بتاعت المحل shop window الفاترينة او الباترينة نقول عليها باترينة اسمها shop window storm مع صفة storm situation موقف situation wind رياح ولو عايز اقول ان في الجو في مثلا رياح او كده يبقى windy wind هي بس wind بس هي اللي رياح noun لو عايز تجيب الصفة يبقى windy solve حل ويجي منها النون يبقى solvation land ارض يابسة filed حقل team الفريق coast ساحل sea animal حيوان بحري protect يحمي تعال نشوف ال countries و cities المدن عندي الدولة الجريك اللي هي اليونان جريك كندا اسمها برضو كندا استخدمتها بعد كده مدينة الغردقة هرجدة تبقى غردقة كده يعتبر اهم الكلمات خلصت او الكلمات كلها خلصت هيبدأ يديني بقى الافعال غير منتظمة لازم والمفروض جدا انك تحفظها عشان تكون عندك حصيلة لغوية من الافعال كويسة lost يفقد او يخسر wear يرتدي يبقى worn go went gun send بالتي بالدي sent write يكتب wrote written يكتب تعال نشوف بقى الديفينيشنز اللي موجودة عندي هنا بامبو كوب بامبو مصنوع من الخيزران بيقولي a cup هو فنجان made from مصنوع a tall strong grass من عشب طويل وقوي ده اسمه بامبو كاب بامبو بس بيقولي a tall tropical plant نبات استوائي طويل with hole في مجوف يعني في فتحة كده stems عنده ساق that is used بيستخدم for making furniture لصناعة الأساس البامبو ده له حشائش والباندا حيوان الباندا هو اللي عايش على حشائش البامبو دي energy saving light bulb energy saving مصباح الإضاءة الموفر للطاقة a glass هو زجاج object that's used بيستخدم less electricity بيستخدم كهرباء أقل عشان هو مصباح إضاءة وبيوفر الطاقة saving energy بيوفر الطاقة يبقى هو زجاج مصنوع من او هو اللمبة مصنوعة من زجاج اللمبة دي هتبقى less electricity بتوفر الطاقة عن ايه than usual to give light عن اي لمبة تانية بتعطي اضاءة rechargeable معناها قابل لاعادة الشحن نقدر ان احنا نحطه في electricity power في الطاقة الكهربائية تاني electrical power بيقولي can be filed again نقدر ان احنا نملاه تاني نحطه على الشاحن اجين مرة اخرى with electrical power بقاعدة شاحن او بطاقة كهربائية طيب reusable خلي بالك reusable يبقى دي معناها able to be used again قادر انك تستخدمها تاني الفعل use وحطت له able عشان اجيب الصفة وحطت له prefix re عشان يقول اعادة استخدام اخرى reusable او reusable مش able to be used again بعد كده بيقول لي كلمة battery دي البطارية something شيء ما that gives power بيدي الطاقة to a machine الى آلة او toy او car عربية او لعبة او machine light bulb يا ولاد مصباح الاضاءة اسمه light bulb a glass هو زجاج او glass object شيء زجاجي that you put in lights بتحطه في النور which changes بيغير electricity الكهرباء into light ده مصباح الإضاءة لما شيء كده زجاجي بيعطلنا lights إضاءة أو بيعطلنا نور بيغير electricity الكهرباء into light إلى ضوء sustainable مستدام صديق للبيئة حاجة صديقة للبيئة مش بتسبب pollution تلوث
causing little or no damage، بتسبب حاجة قليلة or no damage أو تكاد ما بتعملش تدمير لمين؟ لـ environment. يبقى causing بتسبب little or no damage to the environment. بعد كده هيجي لي كلمة crops. crops يعني ايه؟ محاصيل. plants that we grow on farms هي المحاصيل اللي احنا بنزرعها on farms في المزارع. طيب mangrove tree، شجرة المانجروف اللي هو القرم، بيقول لي a small قرم، a small tree، شجرة صغيرة with roots وفيها جذور، above the ground على سطح الأرض، which grows بتزرع in or near بالقرب من coasts السواحل أو rivers الأنهار. يبقى شجرة المانجروف بتتزرع فين؟ بالقرب من coasts الساحل أو rivers اللي هي الأنهار. بعد كده بيقول لي seedling أو seedling S E E D L L I N G seedling، الشتلة أو النبتة الصغيرة، النباتة الصغيرة. a small plant هي نباتة صغيرة which has started، بدأت إن هي to grow from a seed، تنمو من seed. يعني في الأول كانت إيه؟ كانت seed بذرة، كبرت شوية فبقت إيه؟ بقت seedling شتلة ونبتة. climate change التغير المناخي، بيقول لي a change هو تغير in the average في ظروف conditions، في ظروف متوسطة. زي ايه مثلا؟ زي temperature الحرارة and rainfall وسقوط المطر. يبقى التغير المناخي بيبقى تغير في معدل ظروف الحرارة وسقوط المطر. طيب rising sea levels ارتفاع مستوى البحر. when the sea لما البحر becomes بيصبح higher، لما المية اللي في البحر بتبقى اعلى يا ولاد، because بسبب climate change تغير المناخ، بيؤدي الى melts، بيؤدي الى ذوبان the ice، بيؤدي الى ذوبان الثلج at the pools في القطبين. يبقى when the sea becomes لما البحر يصبح higher اعلى بسبب تغير المناخ اللي موجود في القطبين. بعد كده نشوف collocations. get a job معناه يحصل على وظيفة. get a job، get a job يحصل على وظيفة. do a job يقوم بأداء الوظيفة، do a job. بعد كده pass the text يجتاز الامتحان، pass the text يجتاز الامتحان. نشوف بقى نصوص listening والreading نقرأها مع بعض وبعد كده بنحل على الدرسين. نص listening on lesson 1 student page 23. داليا بتقول لي ريم I want to do something، انا عايزة اعمل شيء to protect عشان احمي the environment البيئة، but I don't know ولكن مش عارفة what to do اعمل ايه. فداليا وريم بيتكلموا مع بعض وبيقول المحادثة دي او الديالوج او الconversation دول مع بعض. I want to do something، عايزة افعل شيء to protect the environment عشان احمي البيئة، but I don't know ولكن انا مش عارفة what to do انا هعمل ايه. ريم قالت لها that's easy، ده حاجة سهلة جدا. استخدمي useless plastic، استخدمي بلاستيك أقل. my family used to، العيلة بتاعتي اعتادت ان هي get all our shopping، ان هي تجيب كل الشوبينج بتاعنا in plastic bags، في شنط بلاستيكية. but now الآن we use، احنا بنستخدم reusable shopping bags، شنط للتسوق تعادل استخدام او معادة الاستخدام. فداليا بتقول لها that's a good idea، ده فكرة رائعة أو فكرة جيدة. ريم تقول لها also أيضا get a pampo coffee cup، اشرب القهوة في كوبايات pampo. look at mine you can't usually recycle the cups، ما تقدريش انك تعملي إعادة تدوير للكوبايات that you get from coffee shops، اللي بتجيبيها من محل القهوة. بامبو، البامبو is sustainable أو sustainable، البامبو كوبايات البامبو دي دائمة. so بامبو products، عشان كده منتجات البامبو. help بتساعد the environment، بتساعد البيئة. I have also، أنا أيضا got a bamboo toothbrush، عندي فرشاة للأسنان بامبو من مادة البامبو الخزران دي. فداليا بتقول لها wow I like your cup، أنا حبيت الكوباية بتاعتك. it doesn't look like bamboo، إنها لا تشبه البامبو. فريم بتقول لها do you use، انت بتستخدمي energy saving اللي هي المحافظة light bulbs، اللمبات الكهربائية المحافظة على الطاقة،
اللي بتوفر الطاقة at home في البيت. فداليا بتقول لها yes we do، احنا بنعمل كده. we didn't use، احنا ما بنستخدمش to use energy saving light bulbs، احنا بنستخدمش اللمبات الموفرة للطاقة دي، but we do now، ولكن احنا الان هنعمل كده ونستخدم اللمبات الموفرة دي. ريم بتقول لها so do we، لذلك اعملي كده. so you are doing something، هتحس انك بتعملي حاجة تفيدي بيها البيئة. داليا قالت لها اوكي but I don't think، انا لا اعتقد I could give up my electric toothbrush، ان انا ممكن اقتلع عن او ما عنتش استخدم toothbrush او toothbrush اللي هي فرشة الاسنان الكتريك الكهربائية for a bamboo toothbrush عن البامبو. يعني هي عايزة تستخدم الفرشاة الكهربائية بتاعتها لكن ما تستخدمش فرشاة من مادة البامبو. تعال نشوف نص الريدنج مع بعض. هيتكلم عن climate change، التغير المناخي. climate change، التغير المناخي ده means بيعني that many countries، ان دول كتيرة have more floods، دول كتيرة عندها فيضانات. now الان because بسبب ايه؟ raising sea levels، ارتفاع مستوى المياه البحار. most trees، معظم الاشجار and plants والنباتات can't live، ما تنفعش ان هي تعيش في sea water، من مياه البحر دي. when sea water، لما مياه البحر comes into farms، بتيجي على الحقول والمزارع. the salt in the water، طب احنا عارفين ان مياه البحار مالحة، فبيقول لي the salt، الملح in the water اللي موجود في المياه ده kills، بيقتل وبيدمر the crops، المحاصيل. and farmers، والفلاحين can't grow، ما بيقدروش ان هما يزرعوا anything، اي شيء for many years، لسنوات عديدة. so عشان كده people lose، الناس بتبدأ تخسر their farms، المزارع بتاعتها and their homes، والمنازل. ده بسبب ايه؟ بسبب الفلوز، الفيضانات. طب الفلوز دي بسبب ايه؟ بسبب ارتفاع مستوى البحر. طب مستوى البحر ده سببه ايه؟ climate change، التغير المناخي. كمل معايا. however، بالرغم ان hot countries، ان في دول حارة ودول جو فيها حار، زي مثلا ايجيبت، مصر، بس بيقولك ان المانجروف تريز، اشجار المانجروف grow in the sea، بتنمو على البحر along بامتداد the coast، الشاطئ ده بنشوفها يا ولاد في الساحل الشمالي والسواحل اللي بنلاقي فيها على البحر كده اشجار المانجروف، اشجار كده عاملة زي النخيل. مانجروف فورستس، الغابات بتاعة المانجروف بروتكت، بتنتج فارمز اند بروتكت، بتحمي الفارمز اللي هي المزارع اند كوميونيتيز، والمجتمعات فروم سترونج ويندز، من الرياح القوية اند ستورمز، والعواصف. يبقى اشجار المانجروف دي اللي موجودة هنا في مصر بتحمي الفارمز اللي هي المزارع والكوميونيتيز، المجتمعات والحقول، بتحميهم من ايه؟ strong wind، من الرياح القوية، وstorms، العواصف. بيقول لي زي provide homes for plants، دي بتمد الهومز، المنازل، for plants، بالنباتات وفيش، الاسماك and sea animals، والحيوانات البحرية. if there were more mangrove trees، لو في اشجار مانجروف بقى كتيرة، there would be fewer floods، هيكون في فيضانات اقل. ليه؟ لان اشجار المانجروف دي هي اللي بتحافظ على البيئة من climate change، من التغير المناخي. بعد كده بيقول لي، هنكمل مع بعض. بعد كده بيقول لي now الان in Egypt، في مصر، people، الناس are growing، بتزرع ساوندوس، الاف من المانجروف دي. يعني الناس في مصر بقت بتزرع الاشجار دي سليدنجز، بتزرع اللي هي الشتلة او النبتة الصغيرة من اشجار المانجروف عشان تحمي المجتمع المصري من الفيضانات. تو بلانت along the Red Sea coast، بتزرعها على امتداد البحر الاحمر. بيقول لي the problems، المشاكل caused by rising sea levels، المشاكل اللي بتسبب بارتفاع مستوى البحار could get worse، ممكن تبقى اسوأ. if they didn't plant، الاشجار اللي بتتزرع دي ممكن تبقى شكلها سيء، او يعني هيبقى نتائجها نتائج سلبية. if they didn't plant new mangrove forests، لو احنا ما زرعناش غابات كاملة من نباتات المانجروف دي. so عشان كده they are going to plant، هيزرعوا حوالي 300,000 sledings، 300,000 شتلة every year، كل عام. when they grow، لما هيزرعوا into mangrove forests، لما يبدأوا في ازدياد وفي زراعة اللي هي الغابات المانجروف ديت،
زي واي بروتكت ده هيحمي ذا قوست الساحل بتاعنا from rising sea level، من ازدياد مستوى منسوب المياه في البحر. الجنرال نوتس الملاحظات العامة بيقول لي عندي هنا ثلاث كلمات، كلمة اسمها paper و a paper و papers. paper لوحدها كده ورق، لان الورق اسم لا يعد، ما ينفعش اجمعه. فلما نقول لك using digital tools، لما تستخدم ادوات رقمية، makes me useless paper، هيخليني استخدم ورق اقل. لما استخدم digital tools ادوات رقمية زي الآلة الحاسبة، هيخليني مثلا استخدم عدد اوراق اقل. كلمة a paper، كلمة a paper و papers، الاثنين دول معناهم جريدة او جرائد. يعني لو حطيت قدام كلمة paper a، فدي معناها جريدة. المثال هنا بيقول لي I use to buy، اعتدت ان انا اشتري a paper جريدة every day، كل يوم. الجملة اللي بعدها بيقول لي الاهرام and الاخبار، الاهرام والاخبار الاثنين national papers، جرائد قومية. بعد كده نشوف الفعل raise و rise. الفعل rise يا ولاد معنى يرتفع، وده فعل غير منتظم وما يجيش بعده مفعول. When I saw smoke rising، لما شفت الدخان بيرتفع، from my neighbor's window، من شباك الجيران، I called the firefighters، اتصلت بالمطافي. فهنا rise rose risen، الفعل يرتفع لا يتبعه مفعول. rise rose risen، rise rose risen، يرتفع لا يتبعه مفعول. لكن الفعل raise raised raised يرفع، يبقى لازم يجي بعده مفعول، وده فعل منتظم بجد تصرفاته بإضافة الED. سلمى raised her hand، سلمى رفعت إيدها to answer the question، عشان تجاوب على السؤال. يبقى في فرق ما بين الفعل rise والفعل raise. rise يرتفع، فعل غير منتظم ما يجيش بعده مفعول، لكن الفعل raise يرفع، يرفع بس يتبعه لازم يجي بعده مفعول. هيرفع ايه؟ يبقى لازم يجي بعده مفعول، وده فعل منتظم بجيب تصرفاته بإضافة الاي دي. بعد كده يجي لي مصطلح اسمه provide. provide for او provide with، معناها يوفر لي او يمد بي. provide for يوفر لي، لكن provide with يمد بي. mangrove trees، اشجار المانجروف، provide homes، بتمد البيوت، for plants بالنباتات، وفيش الاسماك and sea animals. He provides his children، كان بيوفر لأطفاله with food and shelter، بيوفر لهم السكن أو الأكل والمأمن. طيب compound nouns، الأسماء المركبة. أسماء مركبة هتجيب اسمين جنب بعض، عبارة عن اسم مكون من كلمتين. يعني مثلا عندك sea level، يبقى ده مستوى سطح البحر. sea water مياه البحر. rainforest الغابات المطيرة أو الغابات اللي فيها مطر. تمام. noun و verb، لما اقول لك مثلا rainfall، يبقى fall يسقط، يبقى rainfall سقوط المطر. طب haircut قصة الشعر، cut يقطع او يقص، يبقى haircut قصة الشعر. طب ممكن يكون noun و preposition وحرف جر. لما اقول لك passer by، ادا by حرف جر، فكلمة passer عابر، و passer by يبقى عابر سبيل. ممكن تبقى adjective مع noun، زي greenhouse اللي هو البيت الزجاجي، اللي هي الصوبة اللي بنحط فيها الخيار والحاجات دي، جرين هاوس بيت زجاجي. طب سوفت وير برمجة الحاسوب، سوفت وير دي بصفة واسم. طب فيرب، وممكن يبقى بروبوزيشن فعل ويجي مع حرف جر. لو قلت لك مثلا الفعل لوك، حط له حرف الجر اوت، يبقى لوك اوت معناها مراقبة او حارس. طب لو قلت لك تيك اوف، اقلاع طائرة. لو قلت لك مثلا تيك اوت، خلع ملابس، يبقى فعل مع حرف جر يديني معنى تاني. verb وnoun فعل ومع اسم. لو قلت لك مثلا washing، ادا wash يغسل، حط لها ing، فتبقى washing machine، غسالة الاطباق. لو قلت لك driving license، اللي هي رخصة القيادة، ما هي drive يقود، يبقى drive license رخصة القيادة. اخر حاجة معايا هنا هي important والexpression والpropositions. energy saving light bulbs، لمبات موفرة للطاقة. اللي بعدها on the red sea coast، على ساحل البحر الاحمر. give up يقلع عن. طب take off هيطفي او switch off. in plastic bags، يبقى دي شنط، وشنط ايه يا ولاد؟ بلاستيكية. save water هيوفر المية. in sea water في مياه البحر. for many years لعدة سنوات او لسنوات عديدة.
on holiday في إجازة، خلي بالك تاخد حرف الجر on. made from مصنوع من. getting higher يزداد، طب لو قلت getting lower ينخفض. come into farms يغمر في المزارع. live more sustainable life معناه بيعيش حياة، بس الحياة دي بغير إسراف أو اضطرار بالمصادر الطبيعية، يعني حاجة sustainable مديمة وفي نفس الوقت محافظة على الحياة. along the coast بامتداد أو بطول الساحل. provide for يمد بيه، وقلنا provide with يمد بيه، provide for يمد لي، provide with يمد بيه. caused by تتسبب، caused by تتسبب بواسطة. protect from يحمي من، protect from يحمي من. from of writing أو form of writing طريقة الكتابة، type of writing. bad form مضر لي. وبلاج ان قلنا زي سويتش اون وزي تيرن اون يوصل الكهرباء بالفيشه. يلا بقى نحل كده على السريع. اول جمله معايا بيقري يور جلاس، الجلاس الكوبايه بتاعتك. بيبر الورق، اند بلاستيك والبلاستيك. برودكتس منتجات الورق والبلاستيك والزجاج بتاعك. ماله بقى بيقول لي هنا يا شباب تو ريديوس عشان نقلل استخدام بلوشن التلوث، اند كونسيرف انرجي ونحمي كونسيرف انرجي، وان احنا نحمي الطاقه بتاعتنا ونوفرها. هناخد هنا ايه اختيار معانا يا شباب، بارن يحرق، ريسايكل اعمل اعاده تدوير، وثرو ارمي، وتشارج اشحن. فانا الاختيار المناسب هنا ان انا هقول له اعمل ريسايكل اعادة تدوير للجلاس بتاعك والبيبر والبلاستيك. الجملة اللي بعد كده بيقول لي the new factory المصنع الجديد. ماله بقى النيو فاكتوري المصنع الجديد ده يا شباب؟ the new factory المصنع الجديد makes healthy food بيعمل طعام صحي. for kids للاطفال. برودكتس يا ولاد هيعمل منتجات طعام جديدة للاطفال. This tower البرج ده is 30 meters 30 متر above the sea عن مستوى البحر. احنا خدنا اسمها سي ايه sand level water weed، يبقى سي ليفل مستوى البحر. people on the red sea الناس اللي موجودة على كوست شاطئ البحر الاحمر. need محتاجة to work together يشتغلوا مع بعض. to ease a problem عشان يعملوا ايه في المشكلة. solve يحل، send يرسل، make يصنع في اليملأ، يبقى اكيد عشان solve the problem يحل المشكلة. mangrove forest اللي هي غابات المانجروف. will سوف ايه the coast الساحل from raising من ارتفاع مستوى بحر، يبقى المانجروف forest هتعمل ايه هتحمي الكوست الساحل، يبقى provide إيه لا مش provide بقى هنقول protect يحمي، لكن provide يمد. طيب بعد كده بيقول لي which of these crops ايه اي نوع من هذه الكروب. which of these is not a crop ايه من اللي جاي ده مش كروب مش محصول. potatoes بطاطس، or orange fields rice يبقى rice earth، fields حقول، ده برتقان ودي بطاطس، يبقى هناخد كلمة fields اللي هي الحقول. تدريبات المعاصر بيقول لي microwave is a او an machine، طبعا دي ماشين ايه الميكروويف natural طبيعي، الكتريك كهربائي، منتال عقلي، انفايرومنتال بيئي، فطبعا ده هيكون الكتريك ماشين آلة كهربائية. all you need كل اللي انت محتاجه to have healthy teeth عشان يكون عندك اسنان صحية is to toothpaste معجون اسنان، وهيكون ايه كمان toothbrush اللي هي مع فرشاة الاسنان. بعد كده بيقول لي اور كار العربيه بتاعتنا والران اوت اوف ايه ان 2 مينيتس، هتخلص ايه او هتنفذ ايه؟ اكيد هتنفذ ايه سي ووتر فلود بترول اير، اكيد هتنفذ كلمه بترول اللي هو البترول. اف يو ار لو انت يو ار ايه لوفر لو انت من محبين ايه، يو شود ورك المفروض تشتغل تو ستوب انفايرمنتال بولوشن لو انت من محبين ناتشرال الطبيعه، يبقى انك تشتغل ان انت توقف تلوث البيئه ده. طيب بعد كده بيقول لي she asked me هي سألتني to give a smoking and اقتلع عن التدخين، يبقى to give up off on in يبقى to give up اقتلع عن. we should يجب علينا water by all means يجب علينا ان احنا نحافظ على المية بكل الطرق. miss loss save waste يبقى ناخد الفعل save
يدخر ويحافظ. most accidents معظم الحوادث are caused مسببة بسبب carelessness الإهمال. الكوز تاخد حرف الجر ايه يا ولاد؟ caused by مسببة بواسطة او سبب كذا. تعال نشوف الديفينيشنز اخر حاجة معايا 14 بيقول لي اذا طول تروبيكال بلانت نبات تروبيكال with hollow stem ده ايه يا ولاد؟ ده البامبو اللي كان نبات استوائي وفيه هول ثقب من جوه يبقى ده البامبو. بعد كده بيقول لي 15 means بتعني that it can be filed again نقدر نملاها تاني with electric power يبقى دي rechargeable قابلة للايه؟ rechargeable قابلة للشحن. رقم 16 بيقول لي means تعني able to be used again هستخدمها تاني يبقى دي يا ولادي طالما انا هستخدمها تاني يبقى دي reusable قابلة للاستخدام مرة اخرى رقم C. طيب اخر خلاص اخر حاجة معايا 17 اذا small plant نبات صغير يبقى ده sliding اللي هي النبتة او الشجيرة الصغيرة. تمام بعد كده بيقول لي means بتعني causing little or no damage حاجة قليلة او مش هتدمر البيئة يبقى ده الشيء المستدام therefore able to continue وهتستمر for long time لفترة طويلة يبقى دي كلمة sustainable مستدام. 19 this machine الآلة معايا is electric كهربائية it works by طالما كهربائية يبقى ده جسد مين يبقى هي بتعمل بايه؟ بتعمل بايه؟ electricity الكهرباء. هي قد هي يقدر ايه the problem المشكلة when he found لما يجد reasons يبقى يقدر ان هو يحل المشكلة يبقى solve او لا يرد على solve ولا make ولا but ولا have يبقى solve يحل المشكلة. طيب بعد كده vocabulary study دراسة الكلمات synonym and antonyms المترادفات والمضادات. اول كلمة معايا هنا save يحافظ زيها كلمة keep يحافظ على ويبقى عكسها كلمة waste يهدر higher اعلى يبقى زيها كلمة more ويبقى عكسها كلمة lower او less little صغير يبقى زيها كلمة young برضو صغير ويبقى عكسها كلمة old كبير. بعد كده بيقول لي provide يزود ويدعم زيها كلمة support يدعم او supply. بعد كده يبقى عكسها كلمة refuse او ignore refuse او يبقى provide يمد او يزود او يدعم زيها support هيدعم وزيها supply هيزداد ويبقى عكسها refuse يرفض او ignore يتجاهل. sustainable حاجة مستدامة زيها maintainable برضو هيستدام ورينيبل قابل للتجديد يبقى عكسها حط كلمة unsustainable يبقى unsustainable وحط كلمة non لرينيبل يبقى non renewable غير متجدد وغير مستدام. طيب بعد كده هيجي عندي ايه شباب البرفكس والسفكس. انا عندي كلمة un قلنا طبعا دي بتجيب العكس لو usual unusual sustainable unsustainable use unused وهكذا. ing بتجيب معنى صغير او ling sledding sledding نبتة صغيرة جت من سيد بذرة. ري بتجيب اعادة الشيء تاني يعني reusable يبقى re-reusable rechargeable قابل لإعادة الشحن. all بتجيب الصفة من الاسم يعني مثلا لو عندك electric طاقة يبقى electrical كهربي environment يبقى environmental being. able بتعطي معنى القدرة والإمكانية renewable متجدد rechargeable يمكن إعادة شحنه suitable مناسب. تمام بعد كده هيقول لي يلا بقى خلاص خمس جمل على الجزء اللي احنا اخدناه فوق. you should save يجب ان انت تحافظ some money على بعض الاموال اللي معاك دي. الكلمة save دي عايز اشيلها واحط بدلها replaced احط بدلها حاجة تانية تجيب لي نفس المعنى. keep يحافظ وسط يضيع borrow يستلف find يجد يبقى buy keep يحافظ. the antonym عكس كلمة higher عالي يبقى عكسها كلمة lower. سليم is a little football player لاعب كرة قدم صغير عنده 11 سنة. كلمة little هنا معناها ايه؟ معناها انه young لسه صغير. طيب we add the prefix ايه عشان نجيب الانتونيمي عكس كلمة usual هنحط on وتبقى unusual. the suffix النهاية ايه can be used to get the adjective عشان اجيب الصفة من environment نحط لها ايه اللي يا ولاد وتبقى environmental being. لحد هنا في الدقيقة 33 احنا خلصنا الجزء الاول من الليسون 1 and 2. الحلقة اللي جاية بإذن الله هنشوف فيها اللانجوج اللغة او هنشوف فيها اللغويات او الستركتشر التركيبات او الجرامر. بتمنى لكم عام موفق بإذن الله. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتشير القناة لكل اصحابك ودفعتك. مستنية منك كومنتس بأي حاجة انت محتاجها كومنتس بأي تعليق في الفيديو. دمتم بخير والسلام عليكم.